أسمال عصام بن سوهاج، شروق أمين بن بني سويف، مريم محمد، محمد أنور من محافظة كفر الشيخ، مؤمن حسن من إسكندرية، شهد محمود من بني سويف، أحمد محمود من الجيزة، عبير محسن من الفيوم، آية أيمن من منوفية، أيمن أشرف من الشرقية، سلمى أبو بكر من المنيا، سيد عبد التواب من القاهرة، فتحية عبد الحفيظ من القليوبية، ضحى عصام من بورسعيد، أحمد محمود من الدقهلية، عبد الرحمن مجاهد من شمال سيناء، محمد حسن من الجيزة، أحمد فتوح من كفر الشيخ، محمد علي من الجيزة، قالوا من القاهرة، مهند محمد من اسكندرية، سيف الإسلام محمد من الدقهلية، فادي جرجس من القليوبية، شروق من الشرقية، وإسراء من الشرقية، وشوي من أسيوط، وآية رؤوف محمد من الجيزة، وأحمد مختار من محافظة الشرقية. برافو عليكم، ونتمنى دايما نشوف كده ناس متفوقين. ونبدأ الأسئلة بتاعتنا النهاردة. أول سؤال بيقول لي: أي ما يلي ليس مونيمر؟ يا ترى الجزيء بتاع الجلوكوز، ولا الحمض الأميني، ولا النيوكليتيدا، ولا الأيولان؟ أنا معاكم أهو، شايفة كده هوت الإجابات بتاعتكم على الشات. ها، السؤال رقم 24، لأن احنا مكملين من المرة اللي فاتت. ها يلا، أول سؤال رقم 24: أي مما يلي ليس مونيمر؟ هل يا ترى جزيء الجلوكوز، ولا الحمض الأميني، ولا النيوكليتيدا؟ مستنية الإجابات. بشير كان بيقول لي الامتحان مش كان راضي يفتح. لا، الامتحان فتح عادي يا بشير، وما شاء الله ناس كتيرة بعتولي المرة اللي فاتت. البروتين، تمام. ساندي بتقول البروتين، ومي بتقول البروتين، برافو عليكم. حد تاني مش مكتوب اسمه بيقول لي دال. فعلا هو يا ولاد اللي ليس مونيمر البروتين، لكن كل اللي قدامي ده هوت اللي هو جزيء الجلوكوز والحمض الاميني والنيوكليتيدا، كل ده هوت مونيمر. تفتكر بقى جزيء الجلوكوز ده يعتبر مونيمر لمين؟ الكربوهيدرات. الحمض الاميني ده يعتبر مونيمر لمين؟ البروتين. النيوكليتيدا تعتبر المونيمر بتاعه الاحماض الايه؟ النوويه. برافو عليكم ما شاء الله عمر، بروتين. ناس كتير مجاوبين صح. الصوت بيقطع، ممكن يكون عندك مشكلة يا عبد الله. ماشي، برافو يا بسملة. ماشي بسمة، برافو. لا، الجلوكوز لا يا ندى، الجلوكوز ده هو مونيمر. هو بيقول لي ليس مونيمر، فطبعا عندنا البروتين هو اللي ايه اللي مش مونيمر. نبص على السؤال اللي بعده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي: اي مما يلي ليس من وظائف البروتين؟ حفظ ونقل المعلومات الوراثية، التحكم في معدل التفاعل، مقاومة الأمراض، حركة المواد داخل وخارج الخلية. فإيه مش من وظائف البروتين؟ يعني كل اللي عندي ده وظائف البروتين، ما عدا حاجة واحدة مش من وظائف البروتين. إيه بقى اللي عندي مش من وظائف البروتين؟ هيا يا ولاد، يا ترى ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ سؤال رقم 25، حنين بتقول عايزة اللينك. عايزة لينك ايه يا حنين؟ احنا في ان شاء الله في لينك امتحان النهاردة، هننزله اخر الحلقة. سؤال 25، الف. برافو يا ندى، بتقول الف. ماشي، مي برضو، جنى بتقول الف، ضحى بتقول مقاومة الامراض. طيب ماشي، ها بسملة بتقول جيم، ده مقاومة الأمراض. طب بص يا ولاد عشان نفهم السؤال بقى تمام، عشان احنا في كده في تداخل كده في الإجابات. مريم بتقول بقى بصوا، احنا عندنا البروتين بيكون حاجات كتيرة، بتنظم حاجات كتيرة جوه جسمنا. يعني مثلا عندنا التحكم في معدل التفاعلات والكلام ده كله. البروتين دي دخل فيه ليه؟ لان البروتين بيكون لي الانزيمات اللي بتتحكم في الموضوع ده هو. طيب مقاومة الأمراض، البروتين داخل في تركيب كرات الدم البيضاء، وبالتالي فليه دور في مقاومة الأمراض. حركة المواد داخل وخارج الخلية، البروتين زي ما هناخد ان هو داخل في تركيب الغشاء البلازمي، فبيتحكم في مين بيدخل ومين بيطلع. طيب لكن حفظ ونقل المعلومات الوراثية دي احنا واخدينها مين اللي وظيفته؟ هل احنا واخدين ان البروتين هو اللي وظيفته كده، ولا واخدين مين اللي كان وظيفته حفظ ونقل المعلومات الوراثية؟ ها افتكر كنا واخدين مين؟ طبعا كنا واخدين الاحماض الايه، الاحماض النوويه. ماشي حاليا بتقولي عايزه لينك الامتحان، ان شاء الله هننزل اللينك اخر المحاضره ان شاء الله يا حنين.
يبقى الإجابة الصح رقم إيه؟ ألف. يبقى رقم 25 الإجابة الصح حفظ ونقل المعلومات الإيه؟ الوراثية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي أي العبارات التالية صواب؟ السكر البسيط يتكون من سكريات عديدة، يتكون البروتين من أحماض أمينية، يتكون الجلسترول من أحماض دهنية، النيوكليتيدات تتكون من أحماض نووية. أنهي واحدة صح فيهم؟ فكر كده، سؤال سهل. مين العبارة الصح في العبارات اللي قدامي اللي هي؟ يتكون، برافو، من مريم. يتكون البروتين طبعا من ايه؟ من احماض امينيه. طب صح كده، برافو عليك يا عبد الوهاب. صح، بشير برضو، اي الباء، ومريم محمود، وندى، ندى محمد، برافو برافو. وكمان كمان انت مش شفتش اجابتك يا كمان. ماشي، ومازن بيقول 26 جيم. مركز يا مازن. يتكون الجلوسترول من احماض دهنيه يا مازن، ركز ما شاء الله. الغالبية مريم بتقول ألف. هي مريم، السكر البسيط يتكون من سكريات معقدة، خدوا بالكم سكريات عديدة أغلبيته عاكس. هي الإجابة الصحيحة رقم ب، إن هو يتكون البروتين من إيه؟ من أحماض أمينية زي الغالبية العظمى مقايلة. مريم بتسأل على الشرح. الشرح يا مريم المفروض إن في قناة بتاعة الوزارة على اليوتيوب منزلة الشرح، فيديوهات الشرح السابقة يعني، بتتفرجي على الشرح عليه. طيب يبقى احنا عندنا الإجابة الصحيحة في الرقم 26 هو رقم باء يا ولاد، لأن هو الوحيد اللي صح، لأن كل الكلام يعتبر عكس الكلام. يعني السكر البسيط مش يتكون من السكر المعقد، هو اللي بيتكون من السكر البسيط. نيوكليتيدة مش بتتكون من الأحماض النووية، العكس، الأحماض النووية اللي بتتكون من النيوكليتيدات. وطبعا الجلوسترول مش من أحماض دهنية خالص، ده الجوليسترول والأحماض الدهنية تكون اللي بداية. طيب السؤال رقم 27، كيف يزيد الإنزيم من سرعة التفاعل؟ يا ترى بتقليل طاقة التنشيط، ولا بزيادة طاقة التنشيط، ولا بإطلاق طاقة، ولا بامتصاص طاقة؟ وفي حد بيقول لي أنا شايفة إجابتك بس أنت مش كاتب اسمك. في حد بيقول لي الإجابة رقم ألف. رقم ألف بالنسبة لمين؟ تقليل طاقة التنشيط. برافو يا مريم، انت بتجاوب بيظهر بس مش اسمك مش ظاهر، اكتب اسمك عشان يظهر. بسمة بتقول ألف، بشير بيقول ألف، تمام، إسلام بيقول ألف، بسملة بتقليل طاقة التنشيط، برافو يا بسمة. ماشي مريم محمود، برافو يا ولاد، صح فعلا. ازاي ان الانزيم بيزيد من سرعة التفاعل؟ ان هو يقلل لي طاقة التنشيط. طاقة التنشيط اللي هي الطاقة اللازمة عشان يحصل التفاعل، لما بيبقى عندي في موجود انزيم كمية الطاقة دي بتبقى اقل في عدم ايه؟ عن في عدم وجود الانزيم. طيب نشوف السؤال اللي بعده. برافو ندى برضو، قايلة ألف، برافو يا ندى. طيب السؤال اللي عندي ده يا ولاد بيوضح لي الشكل مخطط مبسط لتركيب نيوكليتيدة واحدة من الحمض النووي الدي ان ايه. زي ما احنا شايفين النيوكليتيدة في الجزء ألف والجزء باء، وكاتب لي الجزء الثالث قاعدة نيتروجينية. بيقول لي ما التركيب الذي يمثل الحمض؟ يا ترى هل هو الريبوز، ولا الريبوز منقوص الأكسجين، ولا مجموعة الفوسفات، ولا الجليسرول؟ في برضه سؤال على نفس الرسمة، ما التركيب الذي يمثل الحرف ألف؟ يبقى أنا بسأل على باء وبسأل على ألف. ها شوفوا لي باء إيه وشوفوا لي ألف إيه. هل يا ترى ألف هو الجليسرول، ولا مجموعة الفوسفات، ولا الريبوز منقوص الأكسجين، ولا الريبوز؟ عايزين نشوف كده هو الإجابات بتاعتكم. السؤال رقم 28، ماشي يا أحمد، الإجابة ألف. أنت كنت الإجابة ألف في أنهي يا أحمد بقى، في السؤال اللي احنا فيه ولا اللي فات؟ احنا في السؤال كده يا ولاد معايا. ريبوز، عمر بيقول لي ريبوز. ده احنا عندنا هنا هو ده هو الحمض النووي ايه يا ركز هنا، الدي ان ايه مش الار ان ايه يا ولاد، ناخد بالنا هنا الدي ان ايه مش الار ان ايه. فبقى ايه والف ايه؟ التاني باء،
التاني اللي هو السؤال التاني بمجموعة الفوسفات. ماشي، أو الجزء الأول الريبوز منقوص الأكسجين. برافو. يبقى احنا عندنا سواء أو ده أو ده، هيبقى الإجابة إيه يا أولاد عندنا؟ سواء ده أو ده، ب ريبوز منقوص الأكسجين، والألف. برافو برافو يا مريم، باء وباء. برافو يا شهد، برافو يا سندي، باء وباء. عمر، مجموعة الفوسفات، مجموعة الفوسفات ده طبعا في الجزء رقم ألف يا عمر. كمال، أنت بيقول لي ألف ألف، مفيش حاجة هنا ألف يا عمر. ماشي يا أنس، باء وباء. يبقى احنا عندنا فعلا يا أولاد رقم باء ده، هو ده السكر الخماسي. السكر الخماسي في حالة الدي إن إيه هو الريبوز منقوص الأكسجين. لو كان بيقول على الار ان ايه كنا ساعتها اخترنا الريبوز، يبقى ناخد بالنا هنا ده دي ان ايه، يبقى الريبوز منقوص الأكسجين. طبعا الف سواء في الدي ان ايه او الار ان ايه هي واحدة، اللي هي مجموعة الايه، مجموعة الفوسفين. تمام، نخش على السؤال اللي بعده. ايه من الاتي قاعدة نيتروجينية لا تتواجد في الحمض النووي الريبوز؟ ايه من القواعد اللي قدامي دي لا تتواجد؟ اقرا السؤال كويس، مش بقول تتواجد، لا تتواجد في الحمض النووي الريبوزي. يا ترى اليوراسيل، الادنين، السيتوزين، الثيمين، الجوانين. ها يا ولاد، ايه الاجابة الصح؟ ايه الاجابة الصح؟ سؤال رقم 29. ايه الإجابة الصح في السؤال رقم 29؟ مريم بتقول دال، ومحمد إسماعيل برافو عليك بيقول الصايمين، ومي بتقول الصايمين. ماشي، في حد برضو مش كاتب اسمه، مش عارفة ده تقريبا أحمد، بيقول لي باء الأدنين ابن الريبوزي. الصايمين، آية أيمن برافو يا آية. مريم نصيب بتقول الصايمين. طبعا إيه اللي مش موجود، القاعدة اللي مش موجودة في الحمض النووي الريبوزي يا ولاد هي مين؟ الصايمين. لكن الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين، إيه القاعدة اللي مش موجودة فيه؟ اليوراسيل. الحمض النووي الريبوزي اللي هو الـ RNA اللي مش موجود فيه صايمين. لكن لو هو بيسألني على الـ DNA كان اللي مش هيبقى موجود فيه إيه؟ هو اليوراسيل. تمام، نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ما الوظيفة الأساسية للحمض النووي الدي إن إيه؟ حفظ المادة الوراثية ونقلها من كائن لآخر، العمل رسولا بين الحمض النووي الريبوزي الار إن إيه والريبوسومات لتكوين البروتينات، الاحتواء على تركيب الريبوسومات حيث يحدث تخليق البروتين، نقل الأحماض الأمينية وتخليق البروتين من جزيء الحمض النووي الريبوزي الرسول. ها، إيه الإجابة الصح؟ السؤال رقم المفروض 30. سؤال رقم 30. برافو مريم محمود، بتقول لي ألف، وأنس بيقول لي ألف، ومريم ناصف، ومريم رمزي، ما شاء الله عندنا مريم كتير، ومازن. تمام، وصوفيا، لا صوفيا بتقول على الصايمين. تمام، الصايمين ده السؤال اللي فات يا صوفيا. ماشي، ومحمد السعيد بيقول لي دال. ليه يا محمد، ايه اللي جاب دال هنا؟ هو الدي ان ايه، وجنى، واسلام خميس. برافو. هي الاجابه طبعا احنا عارفين ان ايه الوظيفة الاساسية بتاعته، هو حفظ المادة الوراثية ونقلها من كائن حي لكائن حي ايه اخر. يبقى الاجابة عندنا على طول هي ايه، هي الف. جايبين الرسمة بقى المرة دي، نركز. انا بسأل المرة دي حمض ريبوزي. السؤال اللي فات كان الحمض الريبوزي منقوص الاكسجين اللي هو الدي ان ايه، الريبوزي النووي اللي هو بيسأل على ايه، ما التركيب الذي يمثله الف هنا، وما التركيب الذي يمثله باء؟ ناخد بالنا هنا بقى المرة دي بيسأل على باء. الرسمة اتغيرت شوية. نفكر، السؤال الأول ايه والسؤال التاني ايه الإجابة بتاعته. تمام، أحمد بيقول لي من السؤال اللي فات، أحمد محمود برافو، حفظ المادة الوراثية. طب احنا في السؤال الجديد بقى. ماشي يا فادي، انا ماشي يا فادي بتجاوب. ماشي يا فادي، انا هشوف، يلا جاوب معانا السؤال اللي احنا فيه ده. هو صوفيا بتقول لي الدي ان ايه مش الار ان ايه يجيب لي وظيفته، هو اللي هو تخليق البروتين. صح، لو انا كنت بسأل على الار ان ايه يا صوفيا مش الدي ان ايه، كنت الاجابة صح، جيب اللي هي فيها تخليق البروتين. صح، برافو عليكي. لكن ما دام بسأل على الدي ان ايه يبقى الاجابه الف. طيب بيشير هنا بقى بالنسبه للسؤال ده، بيقول لي باء ودال. نبص كده
الكلام بيشير صح ولا لا. باء هنا هوت عندي الريبوز اللي هو ألف، وعندي هنا التركيب اللي يمثله الحرف باء بيقول لي قاعدة نيتروجينية. برافو يا بشير. محمد السعيد بيقول لي ألف بس مش عارفة على إيه. طيب بسمة بتقول لي باء برضو ودال. برافو يا بسمة. أنس بيقول لي باء ودال. برافو يا أنس. محمد السعيد برضو بيقول لي ألف، أنا مش عارفة ألف ألف على إيه يا محمد. شروق بتقول لي باء. شروق لو باء على أول جزء برافو يا شروق. باء ودال. برافو يا محمد إسماعيل. وعمر بيقول لي الريبوز. تمام بسملة باء. برافو. السؤال التاني يا ريت نجيبوا السؤالين مع بعض. صوفيا الإجابة جيم. جيم على أنهي يا صوفيا؟ ركزي يا صوفيا، أنا بقول بسأل هنا على الآر إن إيه، أنت بتقولي جيم إزاي؟ مش بسأل على الدي إن إيه. سين 30 باء. بقى برافو عليك، أول سؤال باء صح كده هوت لو حد مش كاتب اسمه. تمام مريم بتقولي باء ودال. برافو يا مريم. مريم محمود. سؤال 26 ليه ما تبقاش دال؟ طب أنا مش فاكرة السؤال 26 ده كان اللي هو كان فيه إيه. تمام يبقى احنا عندنا يا اولاد هنا هو التركيب ألف، ده السكر الخماسي في حالة الحمض النووي الريبوزي هتبقى الريبوزي يبقى باء، وايه التركيب اللي بيمثله بقى زي ما احنا عارفين ده القاعدة الايه النيتروجينية، لان انا عندي مجموعة فوسفات وسكر خماسي والقاعدة الايه والقاعدة النيتروجينية. طيب نخش على السؤال اللي بعده. في حد بيقول لي يا مس انا مش فاهم حاجة ولا مش قادر اجاوب. ليه يا يوسف بس؟ ليه ده احنا اسئلة بسيطة، ركز كده يا يوسف بالراحة وان شاء الله تعرف تجاوب. مفيش يعني احنا الاسئلة كلها حاجات اللي احنا واخدينها وما فيهاش حاجة غريبة يعني. نشوف السؤال اللي بعده. كده دخلنا على أسئلة الإنزيمات. بيقول لي إيه، تتكيف الإنزيمات في جسم الإنسان للعمل بصورة مثلى عند درجة 37 درجة مئوية؟ عشان كده جسمنا درجة حرارته زي ما إحنا عارفين 37 درجة مئوية، عشان ده أحسن درجة في الإنزيمات بتعرف تشتغل عندها. أي التمثيلات البيانية الآتية يوضح كيف يتغير نشاط الإنزيمات في الجسم بتغير درجة الحرارة. نبص كده، إيه الرسمة اللي صح اللي بتبين ازاي ان نشاط الانزيم بيتغير بتغير درجة الحرارة؟ يا ترى الف، خدوا بالكم الف، يا ترى باء، ادي باء اهي، يا ترى جيم، ادي جيم اهي، يا ترى دال. ابص كده وركز كويس، ايه الاجابة الصح عندي؟ يا درجة الحرارة المثلى اللي هتساعدني ان انا اختار الاجابة الصح. الف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ منتظرة اجاباتكم. يلا يا ولاد، وبعد كده هنفسر احنا اخترنا الإجابة دي ليه. مش لا لا بتقول لي باء قاعدة نيتروجينية. تمام انت كنت بتطلع على السؤال اللي فات. تمام جسم المية، لا جسم الإنسان الماء هيتبخر ليه؟ لا المية ما بتتبخرش داخل جسم الإنسان. ماشي يحيى. طب يا يحيى جاوب معانا واحنا هنقول اسم، ما تقلقش. مختار ألف. سؤال احنا في رقم 31. رقم انتي بتقولي ألف على 31، يا زينب بتقول دال. الإجابة الصح ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ السؤال اللي احنا فيه يا ولاد. تمام في شروق بتقول لي جيم، وايه ايمن بتقول لي جيم. في حد بيسأل كيف يتم حرق الدهون في الماء مع انه لا يذوب في المذيبات القطبية؟ سؤالك حلو قوي بس هتفهمه اكتر لما ان شاء الله تدخل في تانية ثانوي. احنا هنعرف ان احنا الدهون قبل ما تتهضم لازم تتحول لحاجة اسمها مستحلب دهني، فبتقدر ينفع تتهضم في المية. التيتانية تتحول لمستحلب دهني، ده اللي بيساعدها على الهضم في وجود المية. طيب نرجع لسؤالنا. في حد بيقول لي باء، في بسمة بتقول ألف، دال. احنا لازم نبقى معتمدين على حاجة علمية. محمد بيقول لي دال، ضحى بتقول لي جيم، هايدي بتقول لي، بس هايدي دي شكلها على السؤال اللي فات. حد بيقول لي جيم، مي بتقول جيم، ماشي. حد برضو تاني، مازن بيقول ألف، ضحى جيم. طب بص يا ولاد بقى، احنا في تشتت شوية، في ناس بتقول جيم وفي ناس بتقول ألف أكتر الإجابات. طيب الإجابة الصحيحة طبعا، وأحمد فتوح بيقول لي جيم. تمام
وكمال بيقول لي السؤال 31 الإجابة ألف، وعمر بيقول لي جيم. طب بصوا بقى معايا، الإجابة الصح يا ولاد المفروض تبقى جيم. ليه بقى؟ تبص كده على جيم، درجة الحرارة الموصلة أحسن درجة هنا دي 50 أهي، لا هي لسه ما وصلتش أقل من 50، يعني هو ماشي كده هوت. أنا عندي في هنا 50، المفروض في النص هنا 25، في النص ما بينهم هما الاتنين تقريبا هيبقى 37، لكن تيجوا تعالوا بصوا على ألف كده، درجة الحرارة الموصلة كام؟ 50. لا طبعا احنا لسه بنقول ان درجة الحرارة الموصلة هي 37، الإجابة الصحيحة عندي هتبقى جيم، لأن أنا لما أتحرك كده أشوف تقريبا الدرجة دي هتكون كام، تقريبا هتبقى في حدود كام، 37. يبقى الإجابة الصحيحة عندي هو الرسم البياني رقم جيم، اللي هو الإجابة رقم إيه؟ رقم جيم. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده شبهه بس بقى بنسأل المرة دي على الأس الهيدروجين. بيقول لي إيه؟ بيقول لي الأميليز هو إنزيم يتراوح الأس الهيدروجين الأمثل له بين 6.7 و7، أي التمثيلات البيانية الآتية وضح كيف يتغير نشاط الأميليز مع تغير الأس الهيدروجيني. ها مين اللي صح؟ هو بيقول لي أفضل حاجة عنده ما بين 6.7 و7، مين بقى الصح؟ بص كده ونركز، إيه الرسمة اللي هتعتبر عندي هي الصح؟ يا ترى ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ الرسمة اللي فيها ايه افضل قص عنده ما بين 6.7 و7. يا ولاد معلش نرجع للسؤال اللي قبله، شوف كده الاجابات بتاعتكم. ايه الاجابة الصح عندي في السؤال رقم 32؟ نوضح عشان احيانا بيجو انا شايفاهم لكن انت مش بتشوف الاجابات بتاعتهم، لكن انا بشوفهم وبيسالني انت بتشوفيهم فين. ها ندى محمد، لا احنا 31 يا ندى، احنا دخلنا، برافو عليك، كان 31 جيم، احنا دلوقتي ماشي يا مي، جاوب وانا هقول اسمك ما تقلقيش. طب هنقولها تاني، ما احنا بنشرح احنا حلينا ازاي. حاضر، مازن بيقول لي جيم، بسملة بتقول لي دال، ركزوا يا ولاد ركزوا، حد تاني بيقول لي دال. السؤال 32، 32 مش 31، احنا في السؤال اللي بعده، حد بيقول لي جيم جيم. ها تمام يا مريم كلهم، احنا السؤال 32، ها 32 بقى، حد بيقول لي ألف، ندى محمد ماشي يا ندى، ومي بتقول لي ألف، مي رضا، وعمر بيقول لي ألف، اه وحد تاني برضو مش كاتب اسمه بيقول لي ألف، ومحمد إسماعيل بيقول لي ألف، فاكر بيقول لي جيم، مي رضا بتقول ألف تمام، وجرمين بتقول ألف، ومازن برافو عليك، هي فعلا ألف. ليه ألف بقى؟ ركز اللي بيقول لي عايز أفهم، أنا بقول لك أحسن بعمل بعرفها من القمة بتاعة الرسم البياني، هو الأس الهيدروجيني لو زاد أو قل عن الأمثل بيبتدي نشاطه يقل، زي نفس ده فكرة درجة الحرارة، فأنا بدور الرقم اللي هو قايلهولي ادور على القمة عند الرقم ده. هو بيقول لي من كام؟ من 6.7 7، فين 6.7 اعلى حاجة؟ هنا، لكن بصوا هنا لا، القمة مش عند 7 خالص، القمة فين؟ ما بين 7 و14، يعني ممكن نقول مثلا في حدود مثلا 9 مثلا او 10، لا ما تنفعش، هنا 7 قليل خالص، فما ينفعش، فاخد بالي الإجابة الصح القمة بتبقى عند افضل أس هيدروجين يا ولاد، القمة بتاعت الرسم البياني، نفس الفكرة في درجة الحرارة، القمة بتبقى عند درجة الحرارة المثلى، ونلاقي بعد كده الرسم كده بيقل من الجنبين، فأنا أعرفها من كده، فيبقى أنا عندي أفضل أس هيدروجيني هنا هو زي ما أنا شايفة هو كام؟ هو 7، عشان ناخد بالنا أسئلة الرسم البياني دي مهمة وبتيجي منها زيها في الامتحان. طيب نشوف السؤال اللي بعده، ماشي، هو ما شاء الله كان كتير أوي قايلين صح، كرولوس ومازن يقولوا صح، شروق مش عارفة كانت بتقول جيم ليه، ركزي يا شروق، بسمة بتقول ألف، برافو، عمر بيقول ألف، تمام، نشوف السؤال اللي بعده. يوضح التمثيل البياني الآتي معدل تفاعل محكوم بالإنزيمات مقارنة بدرجة التي يحدث فيها. يبقى احنا دلوقتي الرسم البياني ده بيربط ما بين درجة الحرارة ونشاط الإنزيم من خلال الرسم البياني اللي انتوا شايفينه دي، زي ما اتفقنا، يا ترى درجة الحرارة المثلى كام؟ هل يا ترى هي 50 ولا 40 ولا 30 ولا 60؟ طيب ماذا يحدث للإنزيم عند تجاوز درجة الحرارة المثلى؟
هل يا ترى هيتشوه، هيذوب، هينصهر، هيموت؟ فكر كده. عايزة أول سؤال إجابته إيه، وتاني سؤال إجابته إيه، تعملهم بالترتيب كده. يعني أول سؤال إيه الإجابة بتاعته، ألف ولا باء ولا جيم، وتاني سؤال إيه الإجابة بتاعته، ألف ولا باء ولا دال. يلا يا ولاد، إيه الإجابة الصح؟ شد حيلنا كده عشان عايزين نخلص كل الأسئلة اللي معانا إن شاء الله قبل نهاية الحلقة. مش عندنا بشير بيقول لي ألف ودال، ألف اللي هي 50 يا بشير، ودال اللي هي يموت. بكري بيقول لي ألف اللي هي برضو 50، وجيم اللي هي ينصهر. محمد بيقول لي 50 وهيموت. طيب آدم بيقول لي 50 وسكت، ما جاوبش التانية. برضو سناء قالت لي على ألف. حد عمر بيقول لي يموت، يموت درجة الحرارة 50، ألف ودال يموت. ها، ألف وألف، ألف وألف دي مريم محمود، برافو. جرمين الشات مش باين عندي. بصي يا جرمين، انتي الجزء اللي بتاع الأسئلة تبعتي لنا فيه الإجابة، ماشي. حد تاني بيقول لي ألف على الأولانية 50 وبيموت. حد بيقول لي جيم، جيم على أنهي واحدة، على الأولانية ولا التانية؟ ها، أنس برضو بيقول لي سلمى. طب بصوا بقى يا ولاد، صح، برافو عليكم. الغالبية العظمى جابت درجة الحرارة المثلى زي ما اتفقنا 50، لأن أنا بص كده القمة فين، هنا عندي أعلى حاجة وأفضل حاجة عند 50، يبقى درجة الحرارة المثلى في الحالة دي هي 50. إيه اللي يحصل لو تجاوزته؟ هو معلش الإنزيم ده كائن حي، يعني إحنا بنقول يموت، ما اسمهاش يموت بقى يا ولاد، ولا بيذوب ولا بينصهر. أمال بيحصل له إيه؟ بيتشوه. ليه بقى بيتشوه؟ عشان الانزيم ده بروتين. البروتين ده لما برفع له درجة حرارة عن درجة الحرارة المثلى، بيبتدي البروتين بتاعي يتغير في الشكل بتاعه، فتشوه خلاص، ما يعرفش يعمل الوظيفة بتاعته. هو ليه شكل معين، الشكل ده ينفع يشتغل على المادة المتفاعلة. لو انا رفعت اكتر من درجة الحرارة، يعني لو عدى 70 اللي احنا شايفينها دي، خلاص شكل الانزيم هيتغير ويتشوه، فما ينفعش يقوم بوظيفته. فيبقى الإجابة الصح في التانية، لما يتجاوز هيحصل له إيه؟ هيتشوه، مش هينفع يقوم. زي بالظبط فكرة إيه، البيضة عندنا بروتين، شايفين البيضة وتركيبها. لو أنا دلوقتي فضلت أسخن البيضة، هتجمد، شكل التركيب بتاعها هيتغير، ينفع أرجعها تاني زي الأول؟ لا، استحالة. نفس الطريقة بتحصل للإنزيم، لو درجة الحرارة زادت عن المثلى هيتشوه الإنزيم وشكله يبوظ، مينفعش يرجع تاني زي الأول. خلاص، يبقى الإجابة هنا الأولانية ألف الدرجة المثلى، والتانية هيحصل له إيه؟ هيتشوه. ماشي، مفيش بقى نقولش بقى يموت. ماشي يا مريم. خالد بتقول يا مس قولي اسمي. تمام يا ولاد، نشوف السؤال اللي بعده. خلاص، ما كتير قوي غلطانين في حته يموت، مفيش حاجه اسمها يموت، اسمه يتشوه. طيب نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي يوضح الشكل تفاعلين انزيمين احدهما به تركيز مرتفع من الركائز والاخر به تركيز منخفض منها. ناخد بالنا ايه هي الركائز، اللي هي الماده المتفاعله، عشان لو قابلتنا الكلمه دي ما نستغربش. يبقى الماده المتفاعله او الماده الهدف اللي احنا اتكلمنا عليها اسمها الركيزه. نبص كده في الرسمه الف وفي الرسمه ب، ايه الفرق ما بينهم؟ شايفين هنا الماده او الركيزه كتيره قوي، وهنا الماده المتفاعله قليله. قول لي أي العبارات الآتية توضح كيف يؤثر تركيز الركائز على أداء الإنزيم؟ يا ترى إذا تضاعفت الكمية المتفاحة من الركائز يقل عدد النواتج المتكونة إلى النص. إذا توفر المزيد من الركائز يتكون المزيد من النواتج في فترة زمنية أقصر. لا تؤثر كمية الركائز المتاحة على كمية النواتج إذا توفر المزيد من الركائز تتكون نواتج أقل في فترة زمنية أقصر. ركز كده ونشوف إيه هي الإجابة الصح. ألف